السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم اليوم بحلقة جديدة عن خبز مميز، خبز أصلي من أوزبكستان، يعني من آسيا الوسطى. خبز كتير طيب مشهور، على بركة الله حنمدر بالماء قادر. فهلأ أنتم بدكم مثل ما علمكم من زمان احفظوها: 3 كاسات طحين، 3 معالق كبيرة حليب بودرة، 3 معالق كبيرة زيت، 3 معالق لبن، 2 خميرة، 1 معلقة سكر، بعدين 1 معلقة صغيرة ملح، وكاسة ونص مي. تخلطوها مع بعضهم لثمان دقائق، بعدين تحطوها بعد ما تبخوها بزيت، تحطوها بوعاء بتغطوه لشي ساعة ساعتين حتى ترتفع، بتطلع معكم هالعجينة هاي مثل ما شايفينها هاي. هلا هاي خلصة، هلا هاي منزلتها هون على محل في يا طحين يا زيت، أنا بحب الزيت مثل ما قلت لكم. حطينا العجينة هلا هون منشدها ومنمطها. هلا هاي منقسمها نصين، شايفين مساويهم طابات صغيرة. هذا واحدة منهم ناخدها نفردها على ورق parchment paper، هذا نحط عليها واحدة، نمدد إيدينا بالزيت ونفرد الرغيف على هالورق هذا. هلا بغطي شي ربع ساعة نص ساعة. شايفين هالزبدية هاي، نحطها بالنص هيك، نص الرغيف، شايفين شلون؟ ونجيب قطعة البيتزا نقطع هيك مثل أشعة الشمس، تمام هيك حتساوي للاخير. هلا شو بنسوي بعدين؟ ناخذ ونمط وحده والثانيه، بعدين ناخذها من وراها نجي للنص وبنسكرها. هذا عندك هاي وهاي وراها لهيك، بنسويها ضفيره، شايف مسكره من هون، شايف شلون؟ ناخذ الثانيه من النقطه الاولى وهكذا. هكذا بعدين مغطيه بالرد. انا بعد ما انتفخ شويه الخبز هذا، هلا شو بنساوي؟ بندهنه بشويه حليب قبل ما نحطه بالفرن على 350 فهرنهايت. وانتم شوفوا حتى يصير لونه بني غامق بس ما ينحرق الله يرضى عليكم. هلا بنحط عليه يلي بدكم اياه، سمسم، حبه بركه، يلي بدكم اياه. بنساوي له كمان ديزاين بالشوكه، شايفين شلون بتعملوا هيك بتبخشوه. ونرشه بالسمسم ونحطه بالفرن. ان شاء الله جربوا بيتكم يعجبكم. لا تنسوا تشتركوا، لايك وسبسكرايب دعاء، واذا عندكم سؤال بعثوا لي على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.